بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الكرام. يطيب لي الكلام كأني بينكم، فيكفيني أنكم اجتمعتم لأجلي وزملاء الطلبة والمعلمين المعتقلين. تعلمنا صغارا أن المدرسة ليست فقط جدارا ومقاعد، بل لكل نوح الحياة مدارس ننهل منها العبر والدروس. تعلمنا أن العيش بذل محال، وأن النصر دربه طويل، وأن الحرية هي الغاية العسمى. تعلمنا أن حب الوطن مقدس، وعلينا مسؤولية مسؤوليات تجاهه. تعلمنا أن التضحية هي الخيار الأوحد في سبيل تحقيق آمالنا وأهدافنا وتقرير المصير. نحن الطلبة عماد الوطن، بدمائنا الثورية ضخ الحياة في ثورتنا. قدمنا الشهيدة والشهيد، ومنا المهاجر والمطارد، ومنا القابع وراء قضبان آل خليفة. لكننا أحرار، ولدنا أحرار، وعشنا أحرار، وسنموت أحرار. إن من يحارب شعائرنا ومذاهبنا وصلاتنا وصومنا ليس كثيرا عليه أن يحارب في طلبنا العلم الذي هو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولكن من ينتهج تفكير الآخر ويرفض الحرية المعتقد، من البديهي أن يعتمد أساليب التخلف والرجعية. فالخليفة يظن أنه بسجننا يحرمنا حقنا في التعليم، ليضيق أفقه بأن العلم لا يحصل إلا على مقاعد الدراسة. لكننا ما دمنا على يقين أن نهاية مطافنا معه هو نصرنا وثباتنا في أرضنا ورحيل أنه الدخيل، ننتظرنا بعض أيام دون أن نحصل على شهادة تفيد باجتيازنا مراحل الدراسية. فنحن هنا نتعلم، وأكثر مما كنا نتعلم على مقاعد الدراسية. أخواتي، آبائي، أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم كل الطلبة المعتقلين، أشكر لكم مشاعركم النبيلة اتجاهنا وتضامنكم التام معنا. فمنكم نستمد قوتنا وعزيمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.